شلونك ابوي؟ الحمد لله طيب. هلا بعد روحي والله بعد الدنيا. كلني اسال عنك والله. هذا انا موجود؟ موجود. يقول ايش قاطع لا لا سناب ولا شيء؟ ليه يعني؟ ها؟ والله ما نبي اشياء. بعد روحي والله، الله المستعان. ابشركم طيب وبخير. الحين ننتظر فهد وننتظر فيصل. الله يحفظهم جميعا. هلا يا ابوي. شلونك؟ والله يا رب. ساك طيب الحمد لله على سلامتك ابوي. الله العظيم ان كل يوم يسألون عنك متابعيني. اي والله عنك وعن اخوانك وعن خواتك. هذا فهد طيب يا جماعه الخير. انا امس قلت وانا عمك وانا قلت امشي العيال محمد ينشدون عنك الى اليوم. يقول طمن عليه هذا فهد طيب. أيوة كلهم طيبين والله يطلع هلا ان شاء الله بالسلامه. الله يطلع بالسلامه ان شاء الله. وهذا حامد هذا الغالي باقي قاعد فيصل. فيصل يقول طاحن بالنوم. وش بقى وش عنده بالنوم يا حامد؟ والله يسهر ينام. يسهر وش عليه يسهر؟ ما ادري انا. علمنا خليك صريح. والله ما ادري. يا بعد روحي. الله يحفظكم يطلع هلا بالسلامه ان شاء الله. ادعوا له هلا بعد يوم الفضيل. الله يطلعه بالسلام يرحم ابو فهد يرحم يوسف يرحم حلا الله يغفر ويرحمه اجمعين يخليكم انتم الباقين الحين وانتم الرجال انتم النشامه الله يحفظ